مهما كانت التوقعات وحتى اللحظة الأخيرة لا أحد يعلم من سيتأهل للنهائيات. المشاركين اللي عم نشوفهم نحن جبناهم على هذه المرحلة من البرنامج بعد وصول نادير وشريف يانترو. لازم تكون مولعة. السبت 8 مواهب جديدة ستتنافس وموهبتان فقط ستتأهلان للنهائيات. ترتقي أن تكون في مصاف العالمين. كان نفسي أعرف أرقص. Arabs Got Talent السبت في هذه الأوقات على MBC 4 وMBC مصر.